فكان يمكن في سوهاج يمكن الوضع كان متميز اكثر من مناطق اخرى، وكان دائما مش بس المؤتمر العلمي، كان في دار دائما الورد البدائي اللي هو اليوم العالمي للكلى ونشاطه على مدار سنين طويله، وجئنا كثيرا الى سوهاج وشاركنا في هذا النشاط. يمكن هذا المؤتمر اليوم من الاوتريتشز اللي هي الوصول الى زملائنا في كافه المراكز، يمكن البرنامج العلمي المتميز وواضح المجهود الرائع للاستاذ الدكتور حسين شعيشه على الدينامو والجمعيه، ورجل جميل وخلوق ومتفاني في عمله ومعطاء، مش ما اقدرش اوصف اكثر من كده دكتور حسين، انما دائما متميز وموفق ان شاء الله. يمكن طبعا النشاط العلمي ده لنشر الوعي لزملائنا في كل المناطق، يمكن الدكتور استاذ الدكتور طارق الباز كان موجود معانا هنا، كنا ابتدينا هذا النشاط مش بس على مستوى المراكز الطبيه في جمهوريه مصر العربيه، وانما كان ممتد ايضا لمراكز الطبيه الكلويه في الدول المجاوره بما فيها السودان واثيوبيا. الاخوه الافاضل كانوا مشاركين معانا، ودايما بيبقى مصر وجهه للدول العربيه والافريقيه لتلقي العلم، وبنروح لهم وبيكوننا في كثير من الدول العربيه. وهذا العام ان شاء الله المؤتمر السنوي للجمعيه العربيه هيبقى بمشاركه مع الجمعيه المصريه لامراض وزراعه الكلى، ادعوكم جميعا للحضور في هذا المؤتمر ان شاء الله يبقى في القاهره. طبعا من ضمن هذا النشاط ان في زملاء من دول افريقيه بندعوهم، ويمكن معانا اخوه منهم، وهرحب بيهم بالانجليزي لو سمحتوا لي. I would like to acknowledge all the outreach activities, educational activities of the Egyptian society, which is in collaboration with all the universities, particularly Sohag University in propagating the educational and health awareness of kidney diseases, performing the screening programs to detect the risk factors which are present in the environment and the community, to direct the activities and the health care to avoid these primary initiating factors of kidney disease,